زلفى لاتون، السلام عليكم. حياة بختار من مدينة أكادير، حريفية نجارة. حصلت على دبلوم في 2016، أول نجارة على صعيد جهة الجنوب وجهة سوس مسا. بالنسبة للمهنة ديالي أنا كنتزاولها يعني من 2012، والحمد لله تلقيت فيها الإقبال وتلقيت الدعم من الأصدقاء ديالي، الزملاء اللي خدامين معنا، وقال حريفيه يعني حتى واحد ما يبخل عليك بشي حاجه، كلشي كيوريك. بالنسبه للمهنه ديالي كتعجبني بزاف وبغيت نستمر فيها، وان شاء الله الا تلاقيت الدعم من المؤسسات ومن من يعني الناس اللي مهتمين بهذا الدومين ديال الصناعه التقليديه، ان شاء الله غندير لاتولي ديالي. وداكشي اللي كنتمنى. النجاره كتعجبني ملي كنت صغيره، يعني كنت ديما كنشوف النجاره، ديما كنجلس قدامهم، ديما كنشوف يعني الطريقه باش كيخدموا، يعني من لا شيء كيستخرجوا اشياء. من بعد عاد وليت بغيت نديرها وكل شيء، ورفضوا لي العائله ديالي. من بعد اضطريت انني يعني شديت دبلومات اخرين، ومن بعد ما شديت دبلومات اخرين قلت لهم راه الميول ديالي مازال ما سمعتو، خاصني نديرو. والحمد لله دخلت المهنه النجاره وشديت فيها الدبلوم. بالنسبه للصعوبات في الاول موجودين بزاف وما اكثرهم، ولقيت صعوبات بزاف، يعني كيفاش نتاقلم انني ندخل مع رجال، ما كاينه حتى شي امراه ولا شي بنت بانني نتعامل معها ولا شي حاجه، يعني كيفاش نتعامل وكيفاش ندير تنخدم انا بوحدي مع الدراري. مي الحمد لله تلقيت الدعم من الدراري، وكلشي كيساعدني، كلشي كيعاونني، وكيتعاملوا معايا يعني باحترام، كنخدم معاهم وكيوريوني. الحمد لله اني كنفتخر بالحريفيه نجاره كاع ديال المغرب، يا ربي امين نديرها. وكنتسنى الدعم ولا التشجيع من الناس اللي كيهمهم الميدان، والناس اللي مسؤولين على هذا الميدان من الجهه ديال سوس مسا. كندفع انني نطلب الدعم من الجهات سميتو. من بعد كنلقى العراقيل كنرجع، يعني بزاف الحوايج، يعني ما نقدرش نقول كل شيء، ولكن تنمشي حتى من بعد كيقولوا كل شيء موجود، ملي كنمشي كنلقى ماشي داك الشيء اللي سمعتو وداك الشيء هو الواقع. بالنسبه لنا النساء يعني انهم كيكون مضايقات في العمل ولا شي حاجه من طرف الرجال، داك الشيء كذوب. يعني النساء كلهم يعني بحالهم بحال الرجال، واقوياء وكل شيء، يعني حتى شي واحد ما غايتصر عليك ولا يدير لك شي حاجه الا ما بغيتيش نتايا. يعني بالعكس انا تلقيت الدعم من الحريفيه والنجاره ديال اكادير، وكنشكرهم بزاف. اي واحد عاوني واي واحد ساندني، واول شخص كنتعلم عليه يدو هو واحد السيد سميتو كريم. طبيعه الحال بالنسبه للالات يعني كتشكل خطوره للدراري والبنات، داكشي ما فيهش مشكل. والمشكله الكبيره هي انني في الاول منين يلا دخلت للمهنه وليت كنخاف غير من الصداع، غير نخدم يخدموا الماكينه كنتخلع، يعني وليت كنخاف من سميتو ولا شي واحد هز الخشبه وضرب بها تنتخلع. في الاول مازال ما ولفتش العمل والصداع ديال الالات، من بعد وليت كنولف وكنخدم حتى انايا، وطيح شي حاجه ولا تنوض ما بقاش كتعملني نهائيا. الحمد لله ديالي البنات ولا العيالات اللي بغاو يخدموا، يعني النساء والمراه المغربيه بصفه عامه، بانها اللي بغات شي مهنه كيما بتكون، واخا تكون غير ديال الرجال، من حقها انها تدخلها، واخا تلقى الصعوبات وبزاف الحوايج في الاول، مي منين تتوصل كتنسى كل شيء. بالنسبه للاوضاع ديال كوفيد 19 حنا كنا جالسين فيه، يعني جانا الامر اننا نجلسوا، جلسنا فيه حتى حل عاوتاني الحجر، عاد دخلنا عاوتاني خدمنا. لا ما كاين لا تعويض لا والو صراحه، ما كاين حتى شي تعويض في داكشي. مي بالنسبه للزواج يعني الا لقيت شي راجل انه يقبلني كحريفيه كنجاره نخدم انني يعني ما يمنعنيش انني نزاول المهنه ديالي، ما عنديش مشكل. نجاره نجاره لي نفضل النجاره على الزواج. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين فبراير، وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.